مشاهدين الكرام، أسعد الله مساءكم أينما كنتم بكل خير. من تلفزيون جيبوتي نحييكم ونقدم لحضراتكم النشرة الإخبارية، وإليكم أبرز وأهم العناوين. جيبوتي وفرنسا يجددان اتفاقية الدفاع المشترك. احتجاجات ضخمة ضد نتنياهو في واشنطن. أهلا بكم. من مقدمة النشرة إلى تفاصيلها، التقى رئيس الجمهورية السيد إسماعيل عمر جيلي يوم أمس الأربعاء بقصر إليزي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وذلك في اجتماع ثنائي خلف الأبواب المقلقة. بعدها ترأس رئيس الجمهورية ونظيره الفرنسي اجتماع عمل موسع ضم وفدي البلدين، بحث فيه الجانبان أهم المشاريع الاقتصادية الجارية تم تنفيذها من قبيل مشروع بناء مطار جديد، فضلا عن تعميق التعاون الثنائي في مجال الدفاع، وذلك استمرارا للمحادثات التي أجراها الجانبان خلال زيارة رئيس الجمهورية إلى باريس في فبراير 2021، وزيارة الممثلة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى جيبوتي في مارس 2019. هذا وحظي رئيس الجمهورية لدى وصوله إلى قصر إليزي باستقبال حار وحفاوة بالغة من قبل نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون. وبعد هذا الاجتماع عقد الجانبان اجتماعا موسعا تناول فيه جملة من الملفات ذات الاهتمام المشترك. وبعد ذلك قام الرئيسان بالتوقيع على معاهدة التعاون الدفاعي، ويعزز هذا التوقيع الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، ويؤكد من جديد التزامهما المتبادل بالدفاع والأمن. وتهدف هذه الاتفاقية الجديدة إلى تعزيز الشراكة التاريخية بين جيبوتي وفرنسا وضمان تعزيز الأمن في منطقة رئيسية من العالم. واتفق الرئيسان على نتائج المباحثات التي تمت بين البلدين حول الإصلاح الطموح لمعاهدة التعاون الدفاعي بين جيبوتي وفرنسا، وأكد أن النسخة المجددة لهذه المعاهدة تعكس تمييز العلاقات القائمة بين البلدين والشعبين وتقارب مصالحهما الاستراتيجية، ونوه الرئيسان إلى أنهما سيظلان على اتصال وثيق بشأن هذا الموضوع. كما تطرقت محادثات الرئيسين إلى التطورات المتصلة بالوضع الإقليمي لا سيما في البحر الأحمر، وتأزم فيما يتعلق بوضع البحر الأحمر. استقبل رئيس الوزراء رئيس الحكومة بالإنابة السيد عبد القادر كامل محمد اليوم في مكتبه وفدا قطريا رفيع بقيادة وزير الدولة القطري للشؤون الخارجية السيد سلطان بن سعد المريخي. وتركزت المناقشات بين الجانبين حول استراتيجية التعاون والتخطيط للأحداث المستقبلية كجزء من حل الصراع في السودان. وتمثل هذه الاجتماعات الأخيرة الجهود التي تبذلها الحكومات والمنظمات الدولية والإقليمية، ولا سيما عملية جدة لتعزيز السعي لتحقيق السلام الإقليمي الدائم بين أطراف المتنازعة في السودان. هذا وناقش الجانبان جملة من الملفات ذات الاهتمام المشترك. وفي سياق آخر، استقبل معالي رئيس الوزراء رئيس الحكومة بالإنابة وفدا سعوديا رفيعا، وناقش معهم جملة من الملفات ذات الاهتمام المشترك، ولا سيما الوضع الراهن في السودان. وتجر إشارة إلى أن الوفدي السعودي والقطري شاركوا في الاجتماعات المتعلقة بإيجاد حل سلمي للسودان. جيبوتي تستضيف مؤتمرا دوليا لإنهاء الحرب في السودان في مبادرة جديدة تهدف إلى إنهاء الحرب في السودان. انطلقت في فندق كامبسكي بلاسة بجيبوتي صباح اليوم أشغال المؤتمر هام لمدة يوم. من جهته استقبل معالي وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الناطق باسم الحكومة وفدا قطريا
رفيع المستوى بقيادة وزير الدولة القطري للشؤون الخارجية. وفي مبادرة جديدة تهدف إلى إنهاء الحرب في السودان انطلقت في فندق كامب بيسكي بلاسة صباح اليوم أشغال المؤتمر الهام لمدة يومين للشركاء الإقليميين والدوليين للتخطيط حول تعزيز جهود إحلال السلام في السودان. وتراس الاجتماع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الناطق باسم الحكومة سيد محمود علي يوسف وبحضور وفود رسمية من الدول العربية والجامعة العربية والأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي بالإضافة للعديد من دول قارة إفريقيا. وتأتي جيبوتي والتي تتولى حاليا الرئاسة الدولية للهيئة الحكومية للتنمية إيجاد أن تخرج هذه الاجتماعات بنتائج إيجابية تنهي معاناة الشعب السوداني. هذا المؤتمر الذي يستمر لمدة يومين يأتي في أعقاب لقاء الفاعلين الدوليين والإقليميين لتعزيز تنسيق مبادرات وجهود السلام في السودان والذي انعقد أيضا في فندق كامب بيسكي بلاسة الأربعاء. ويسعى هذا المؤتمر الدولي إلى إلزام أطراف النزاع بفتح مسارات إيصال وتأمين وتوزيع المساعدات الإنسانية بالإضافة إلى توفير الحماية اللازمة للمدنيين والوصول لوقف عاجل للحرب. وكان رئيس الجمهورية الرئيس الحالي للهيئة الحكومية للتنمية إيجاد السيد إسماعيل مرقيلي قد أعلن عن هذه الاجتماعات خلال قمة الاتحاد الإفريقي في غانا مؤكدا أن الوضع في السودان يتعرض لانهيار وشيك الذي يتطلب من المجتمع الدولي الإسراع في حل الأزمة بين جيشه والدعم السريع المستمر منذ شهر إبريل من العام الماضي. كما حث المجتمع الدولي على اتخاذ خطوات حازمة لمنع انهيار وشيك للسودان. وتجر إشارة إلى أن الصراع المدمر في السودان أدى إلى مقتل أكثر من 14,000 شخص وإصابة 33,000 آخرين وفقا للأمم المتحدة. ممثل الجامعة العربية ألقى كلمة في مستهل المؤتمر نقل في بدايتها إلى الحضور تحيات الأمين العام للجامعة العربية الدكتور أحمد أبو الغيد وتمنياته النجاح والتوفيق لهذه الخطوة المهمة. أنقل لكم بداية تحيات معالي السيد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية وإعرابي عن خالص تمنياتي بالنجاح لهذه الخلوة الأولى من نوعها حول تعزيز الفهم المشترك والاستراتيجية الموحدة لجهود الوساطة لصالح السودان، وقد كان يتمنى المشاركة معكم لولا التزامات طارئة حالت دون ذلك. معالي الوزير، السادة الحضور، لقد أوضحت المناقشات التي عكسها البيان الختامي للاجتماع الأول الذي استضافته جامعة الدول العربية في 12 من يونيو الماضي والاجتماع التشوري يوم أمس أن مسألة استعادة السلام والاستقرار في السودان بحاجة إلى مناقشات أكثر كثافة ودورية وصراحة كذلك فيما بيننا جميعا لتحقيق الانسجام والتناغم المنشودين فيما بين جهودنا ومناهج عملنا وأيضا مناهج عمل الوساطة. لقد لاحظ الاجتماعان هذه الحاجة واتخذ الاجتماع الأول توصية بشأن هذه الخلوة حتى نتبادل الأفكار بشأن الملامح العامة والضرورية لتحركنا المتناغم عربيا وإفريقيا ودوليا بما يسرع في تحقيق أهدافنا المشتركة والنبيلة نحو السلام في السودان. أشار ممثل الاتحاد الأوروبي إلى أن الأخطار الناجمة عن الأزمة السودانية تؤثر سلبا على مستوى المنطقة وعلى المستوى الدولي، كما أن هذه الحرب يمكن أن تضع السيادة والوحدة الترابية للسودان في خطر. إن الأخطار الناجمة عن الأزمة السودانية تتمثل من أسوأ الصراعات في المنطقة وكذلك في العالم. إن هذه الحرب يمكن أن تضع سيادة ووحدة الأراضي السودانية في خطر، ولا زالت حتى الآن تؤثر في القرن الأفريقي وكذلك في البحر الأحمر، وكلنا نشعر ذلك. إن أكثر من نصف الشعب السوداني يواجهون أزمة إنسانية ويعانون من عدم الأمن الغذائي، ولذلك ينبغي لنا أن نتكاتف في إعادة الأمل في السودان. السيدات والسادة، إن الاتحاد الأوروبي قد أخذ مؤخرا خطوات ملموسة فيما يتعلق لمساعدة السودان، ولا يدخر أي جهد في البحث من الحلول العاجلة جنبا إلى جنب مع الأطراف المعنية.
من جهته أوضح ممثل الأمم المتحدة إن الشعب السوداني يواجه معاناة كبيرة، ونحن نشاطر معهم اليوم في هذه المحنة. إن الشعب السوداني يواجه معاناة صلبة، ونحن نشارك معهم اليوم وكل يوم، وهذه الحرب التي اندلعت في أبريل 2023 أثارتنا بالدهجة، وقد تأثرنا جميعاً فرداً وجماعياً. إن كثيراً من المبادرات التي تم اتخاذها لم تثمر النتائج المرجوة، وهو إسكات الأسلحة في عموم التراب السوداني. إن الهدف الأسمى من هذا المؤتمر يجب أن يكون بالدرجة الأولى مساعداً لخلق تفاهم عام من قبل الجهات الفاعلة، ولإعطاء الأولوية لإيجاد الحلول المناسبة لأزمة السودان. بدوره أوضح وزير الخارجية والتعاون الدولي السيد محمود علي يوسف أن السودان تتمتع بموقع استراتيجي للغاية لكونها مفترق طرق للثقافتين العربية والإفريقية. إن جمهورية السودان تقع في قلب إفريقيا جنوب الصحراء، ولها حدود مع 7 دول، كما تطل على بحر الأحمر، وهي تتمتع بموقع استراتيجي للغاية لكونها مفترق الطرق بين الدول العربية والإفريقية، وهو ما يعنينا جميعا. وبالتالي فإن الأزمة الحالية تؤثر سلبا على كافة دول المنطقة فيما يتعلق بالأمن والاستقرار. في حالة الاستمرار هذه الأزمة ستكون أكثر صعوبة على ما هو عليه بشكل مستدام، فهناك تدفق هائل للاجئين من السودان إلى إثيوبيا والتشاد وجنوب السودان وإريتريا وإفريقيا الوسطى، ومن ثم تعاني تلك الدول من تحديات كبرى في مجالين الاقتصادي والاجتماعي. وأن جمهورية جيبوتي ستظل مقتنعة بأن شأن وحدة الهدف والرؤية للأطراف المعنية الخارجية أن تكون لها أثر إيجابي على تطور الوضع على الصعيد الداخلي، ومن ضروري أيضا إيجاد استشارة وتنسيق فعال بين الوسطاء والمبادرات المختلفة. وفي شأن محلي آخر، أبرم مدير عام بريد جيبوتي السيد بحنان علي ميدل اتفاقة شراكة مع مدير عام وكالة إعادة التأهيل الحضري والإسكان الاجتماعي السيد عبد الرحمن علي أحمد، وتهدف هذه الاتفاقية إلى تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين في مجال التخطيط المدني والإسكان الاجتماعي من خلال الاستفادة من مكاتب بريد جيبوتي. وتلزم الاتفاقية البريد الجيبوتي بتزويد الوكالة بمجموعة واسعة من الخدمات التي تسهل الإجراءات الإدارية للمستخدمين، واستخدام أيضا فيما يتعلق باستخدام مكاتب بريد جيبوتي فيما يتعلق بالدائرة الأولى والثانية والخامسة، تعزيز لمكرجة خدمة التحولات الودية من أجل إدارة الفعالة للمعاملات العقارية، إنشاء خط ساخ مخصص لإدارة التظلمات لضمان المتابعة الشخصية لطلبات المواطنين، إنشاء فرع لتبسيط إجراءات الدفع المرتبطة بخدمات الوكالة، تنشيط حول تقنين سندات الملكية المؤقتة للمستهلكين. أعرب مدير عام الوكالة الوطنية لنظم المعلومات عن سعادته للمشاركة في هذه المناسبة لإبرام اتفاقية تعاون بين بريد جيبوتي ووكالة تأهيل الأراضي. Je suis particulièrement ravi aujourd'hui de participer à cette cérémonie de signature de convention entre l'Agence de réhabilitation urbaine et du logement social et la Poste de Djibouti au centre de services aux citoyens d'Angela. إنني سعيد غاية السعادة للمشاركة في هذه المناسبة لإبرام اتفاقية التعاون بين الوكالة المعنية بالتأهيل الحضري والإسكان الاجتماعي وبريد الجيبوتي، وكذلك المركز لخدمة المواطنين الكائن في حي أنجيلا. تأتي هذه الاتفاقية إلى تحسين اللجوء والوصول بشكل فعال إلى خدمات عامة من خلال رقمنة بعض الوثائق الإدارية في داخل المركز لخدمة المواطنين. لقد تم تدشين هذا المركز في شهر أغسطس من العام المنصرم من قبل وزير الإعلام المكلف بالبريد والاتصالات والأمين العام للحكومة، وليكون مثابة نافذة موحدة تتيح الوصول إلى الخدمات العامة. وأن هذه الاتفاقية تعكس
تصميمنا وإصرارنا لمواجهة التحديات المستقبلية ورغبتنا في تمكين المواطنين من الاستفادة من الخدمات المختلفة وبشكل يسهل وييسر في تحقيق الرفاهية المنشودة. مدير عام وكالة التأهيل الأراضي أشار في مداخلته إلى أن الاتفاقية تهدف إلى تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وأشاد بجهود التي يبذلها بريد جيبوتي في رقمنة البيانات، وأن هذه المبادرة تلزم بريد جيبوتي بتزويد الوكالة بمجموعة واسعة من الخدمات التي تسهل الإجراءات الإدارية للمواطنين. من جهتي أكد مدير عام بريد جيبوتي السيد بحنان علي ميدل أن الاتفاقية ستمكن الشباب الذين يسعون إلى الحصول على وثائق الملكية استخدام نافذة البريد. Si c'est l'agence de Angela qui abrite le premier centre de service aux citoyens, mais c'est aussi l'utilisation de toutes les agences de la poste. إننا نوقع على اتفاقية الشراكة تطال العديد من الجوانب، وهذه الشراكة ستمكن الشباب الذين يسعون لحصول على وثائق الملكية لدى وكالة التأهيل الحضري والإسكان الاجتماعي من خدمات نافذة البريد، وأن العاملين في البريد مؤهلون مما يسمح للمواطنين بوضع أو إيداع وثائقهم وطلباتهم الإدارية بالقرب من المقر إقامتهم من قبل مركز أنجيلا، والذي يعد أول فيما يتعلق بالمركز لخدمات المواطنين، ولكن بإمكان أيضا اللجوء إلى مجمل المكاتب والوكالات التابعة للبريد الجيبوتي، وهي 5 مكاتب على المستوى العاصمة ومثلها في على المستوى الأقاليم. ونشكر بهذه المناسبة فريق وكالة التأهيل الحضري ووزارة الإسكان، كذلك نشكر وكالة نظم المعلومات على توفير البرنامج المختلفة والأجوبة اللوجستية، كما نشكر وزير الإعلام المكلف بالبريد والاتصالات والدوائر الوزارية على الجهود التي بذلوها في هذا السياق. اختتمت المدرسة الدولية للشرطة القضائية التابعة للدرك الوطني يوم أمس الأربعاء النسخة 12 من دورة المحقق الجنائي المحترف، والنسخة الثانية حول الاحتيال الوثائقي والتي امتدت أشغالهما في الفترة 16 يونيو وحتى 14 يوليو للعام الجاري. وشهد الحفل الختامي لهذه الدورة التي ترأسها ممثل النائب العام السيد إبراهيم حسين وعيسى ورئيس أركان الدرك الوطني العقيد زكريا حسن أدم، مشاركة والي منطقة عرتا بالإضافة إلى مدعوين آخرين. وفي غضون الأسابيع 6 التي استمرت فيها دورة المحقق الجنائي المحترف واحتيال الوثائقي، تلقى المتدربون القادمون من 9 دول بما في ذلك جيبوتي والبالغ عددهم نحو 18 عنصرا تأهيلا عالي المستوى، وتركز على وجه الخصوص حول أحدث التقنيات المستخدمة لإجراء التحقيقات الجنائية، حيث تسلموا في ختام دورة شارات المدرسة الدولية للتدريب الشرطة القضائية في جيبوتي. Yeah.
وفي خطاب مغتضب أعرب رئيس الدفعة الثانية عشرة عن خالص الشكر للحكومة الجيبوتية على ترحيبه الحار وتوفير هذا التدريب المهم من خلال المدرسة الدولية للشرطة القضائية، واغتنم هذه الفرصة للإشارة بشكل خاص إلى تقنيات التحقق الحديث التي تم تدريسها في غضون الأسابيع الستة من التدريب، مثمنا التنظيم المثالي والمثابرة للمتدربين، ومتوجها بالشكر الموجه إلى كوادر المدرسة ومسؤوليها على الدور الذي قاموا به لإنجاح هذه الدورة التدريبية. وفي كلمة ألقاها بهذه المناسبة أشاد مدير المدرسة المقدم حسين محمد قيادة بالانضباط والمثابرة التي أظهرها أفراد الدفعة الثانية عشر من المحققين طيلة الأسابيع الستة التي امتدت فيها أشغال هذه التأهيل النوعي. وهذا التأهيل النوعي كما اغتنم المقدم حسين محمد قيادة هذه السانحة للإعراب عن الشكر والتقدير للمكونين الذين بذلوا كل ما بوسعهم لإكساب المتدربين المعارف والمهارات التي تعينهم على القيام بالواجبات الملقاة على عاتقهم على أكمل وجه، كما عبر عن الشكر والتقدير لرئيسة أركان الدرك الوطني على الجهود التي يبذلها لتحقيق تلك الرؤية. من جهته شدد ممثل النائب العام على أهمية هذه الدورة لفائدة المحققين الجنائيين من الشرطة القضائية والذين يتولون مهمة الكشف عن ملابسات الجرائم المختلفة من خلال معاينة مكان الجريمة والبحث عن آثار التي تركها المجرمون في مسرح الجريمة واستجواب المشتبه بهم وسماع أقوال الشهود. وهنأ السيد إبراهيم حسين وعيسى المتخرجين من دورة المحقق الجنائي المحترف على اجتيازهم الدورة بنجاح. وفي شأن محلي آخر وإلى إقليم تجرة، قام الاتحاد الجيبوتي للسباحة بزيارة مهمة إلى تجرة في إطار جولته الإقليمية، مما يمثل خطوة حاسمة في جهوده لتعزيز العلاقات مع السلطات المحلية وتعزيز السباحة على الصعيد الوطني. وخلال هذه الزيارة التقى الرئيس الجديد للاتحاد السيد عبد الله محمد ديني برفقة لجنته التوجيهية وللمنطقة السيد محمد حمد عباسة، وأطاحت هذه الحوارات لممثلي الاتحاد فهم الحقائق المحلية بشكل أفضل مع معالجة التحديات والفرص الخاصة بالمنطقة وبالتعاون مع رابطة السباحة الإقليمية. وتتمشى هذه الزيارة الرقبة الأكيدة للاتحاد الرامية إلى تعزيز الشراكات مع السلطات وأصحاب المصلحة الإقليميين. دوليا، ملأ آلاف المؤيدين لفلسطين شوارع العاصمة الأمريكية واشنطن للاحتجاج ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. ملأ آلاف المؤيدين لفلسطين شوارع العاصمة الأمريكية واشنطن للاحتجاج ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي يتواجد في الولايات المتحدة الأمريكية والذي ألقى خطابا أمام الكونغرس مساء الأربعاء. وتجمع آلاف الأشخاص للتعبير عن استيائهم من سياسات نتنياهو تجاه قطاع غزة، وأغلقوا حركة المرور في شارع بنسلفانيا الطريق الرئيسي بين البيت الأبيض والكونغرس. وإلى جانب المسلمين الأمريكيين والفلسطينيين شارك في الاحتجاجات العديد من المنظمات اليهودية غير الحكومية ونشطاء حقوق الإنسان الذين يعارضون سياسات نتنياهو. وحمل المتظاهرون لافتات كتبت عليها عبارات مثل وقف إطلاق النار الفوري في غزة، وبيبيا الإبادة الجماعية، وبايدن الإبادة الجماعية، وفلسطين حرة. توقفت مباراة المغرب والأرجنتين بسبب أحداث شغب تسببت فيها على الخصوص جماهير الأول عقب التسجيل للمنتخب الأمريكي اللاتيني هدف التعادل القاتل هدفين مقابل هدف في الدقيقة 16 من الوقت بدل الضائع الأربعاء على ملعب ساتاتيانا في افتتاح مشوار أولمبيات 2024. وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية أنه مباشرة بعد الهدف اقتحم نحو 20 مشجعا مغربيا الملعب، كما ألقيت العبوات والكؤوس، مما اضطر الحكم الذي احتسب 15 دقيقة وقتا بدلا من الوقت الضائع إلى مطالبة اللاعبين بالعودة إلى غرف الملابس. أظهر تقرير أممي جديد
عن حالة الأمن الغذائي والتغذوي في العالم نحو 733 شخص عانوا من الجوع في العام الحالي وعام المنصرم. بهذا النبأ مشاهدينا الكرام وصلنا إلى نهاية النشرة، وشكرا على حسن الإصغاء والمتابعة.